السلام عليكم. النهاردة هنعمل حاجة حلوة، حاجة حلوة جميلة جدا لو جالي ضيف طبعا بالليل أو أي وقت. الحاجة الحلوة دي ما بتاخدش وقت، كل تكملتها في ساعة تتعمل، تتوضب وتستوي وكله وتنزل في ساعة زمن. الحاجة الحلوة اللي أنا هعملها النهاردة لحضراتكم هي كيكة العنب. طبعا احنا في موسم العنب دلوقتي وهنعمل كيكة العنب. كيكة العنب هي عبارة عن ايه؟ بتتكون من عنب ودقيق وسكر وسمنة، وهنبدأ نشتغل فيها. 150 جرام زبدة، هنزل كده بنص كوب سكر عليهم، هضربهم كويس قوي مع بعض كده، هنزلهم في الصينية. هنبدأ كده نرص العنب واحدة واحدة في الصينية بتاعتنا. لا وبكده احنا رصينا العنب. معانا 5 بيضات هنكسرهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنضربهم كويس كده. هنضيف عليهم باكوين فانيليا، نضربهم معاهم كده. نص كوب سكر، ندوبه معاهم كويس قوي كده. كوب دقيق، 1 بيكنج باودر، ندوبهم كويس قوي بقى مع بعض. بكده انا دوبت السكر والدقيق والبيكنج باودر مع بعض، العجينه بقت جميله كده معانا. نفضيهم بقى على العنب. بكده احنا خلصنا الكيكة بتاعتنا النهاردة، هندخلها الفرن لمدة نص ساعة على درجة حرارة 180. وبكده احنا طلعناها من الفرن، هنعمل التست بتاعنا هنشوفها استوت ولا لا. كده تمام، مش طالع فيها اي عجينة ولا اي حاجة، يبقى كده استوت معنا. كده احنا هنسيبها 5 دقايق تبرد، تهدى شوية، مش تبرد، تهدى شوية، وبعدين نقلبها. وبكده احنا طلعناها وقلبناها، هنديها رشة قرفة من فوق صغيرة كده للي يحب. يا جماعة اللي ما بيحبش طعم القرفة خلاص، بس انا بديها طعم القرفة كده لان بديها طعم حلو. احنا ممكن كيكة العنب دي نعملها بحاجة تاني. ايه هي الحاجة التانية؟ ممكن نجيب البلح الاسمر ونشقه 2 ونحطه في الصينية بتاعتنا، نرصه مع الزبدة والزبدة الزبدة بتاعتنا، ونرص عليه البلح ونحط عليه الخليط بتاع العجينة بتاعت الكيكة دي ونصبها، بتطلع جميلة جدا كيكة البلح دي برضو. وبكده حضراتكم النهاردة خلصنا الوصفة بتاعتنا اللي هي كيكة العنب. بألف هنا وشفا، مع تحيات عبدو سعيد. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.